الساعة تشير إلى 8 صباحا، وكل الأمور ضبطت هنا بالمؤسسات التربوية بالبليدة من أجل بداية عام دراسي جديد. دخول مدرسي سبقته عدة تساؤلات تخوفا من انتشار داء الكوليرا في الوسط المدرسي. السيدة سليمة واحدة من الأولياء الذين قرروا اصطحاب أبنائهم في أول يوم دراسي للإطمئنان على الوضع داخل المؤسسات التربوية. نهار الأول سمعنا بالكوليرا والله غير خفنا، مي دوكا الحمد لله رامي متاخذين إجراءات وكذا، الحمد لله عندنا ثقة تامة في هذه المدرسة وإن شاء الله يكون الخير. رانا نشوف المدارس اللي رحنا لها درنا زيارة، كان النظافة في المستقبل، ونتمنى النظافة هذه تكون تكمل إلى آخر السنة. كل الاحتياطات اتخذت، فمنها قبيل الدخول المدرسي وأخرى تم تفعيلها ابتداء من يوم التحاق التلاميذ بأقسامهم، والغاية منها الوقاية من الأمراض المعدية لتفادي انتشارها. في إجراءات قمنا بها قبل الدخول المدرسي اللي شاهدتم فيها تنظيف، فيها دونك جافيليزي كل المرافق الصحية، استعمال إذا الجيل بالنسبة لباشاو لغيزيرفوار وكل ما يعني صحي، وهناك إجراءات اتخذناها بعد الدخول المدرسي اللي هي إذا تحسيس التلاميذ وإعطائهم إرشادات صحية، هذا بالتنسيق مع أولياء التلاميذ. وللحد من تخوف التلاميذ من وباء الكوليرا، تشهد المؤسسات حملة تحسيسية وإرشادات صحية خلفت ارتياحا في الوسط المدرسي. اليوم جينا نقراو وجينا شغل هذا اللي يكون حبينا شغل نقراو واش حابين نخرجوا، وهذه الكوليرا ماناش كاع سامعين بها خاطرش انا دايرين ثقة في الدولة تاعنا وشغل جينا نقراو ماشي كاع خايفين جينا هذه الكوليرا. إذا دخول مدرسي في ظروف حسنة، ولكن يبقى الرهان الالتزام بجملة التدابير تفاديا لأي طارئ صحي.